طيب بصراحة كده يعني كابتن عبد الله جاب لنا من الآخر، هو شايف إنه إذا كان مدرب وطني يبقى الأقدر حسام حسن، يعني اتفق في الموضوع. أنت عارف إنه ده في إجماع من جماهير الكرة عليه، ومش عارف يعني لو اتحاد الكرة مثلا ارتقى عكس ده، أو شايف إنه المصلحة إنه ما يكونش أساسا مدرب وطني يبقى مدرب أجنبي، حالة التصادم مع الجماهير دي ممكن تكون نتيجتها إيه؟ لكن خلينا نروح للسيناريو التاني. طيب سمعنا حتى الاسماء المديرين الفنيين الاجنبيين المطروحه كلهم كانوا موجود، يعني كانوا موجودين قبل كده. هكتور كوبر كان موجود قبل كده، باتشيكو طبعا ما كانش مع المنتخب بس كان موجود قبل كده، فينجادا هو المستشار الفني وكان موجود قبل كده. حتى الاسماء اللي طرحت ما فيهاش حد ممكن تقول انه رهان جديد او فكره جديده او رؤيه جديده او حد عنده امكانيات، احنا كلهم شفناهم، يعني ما شفناش حد عمل حاجه عظيمه قوي. هو القصة كلها برضو يعني لو انت تتكلم برضو بفكرة بره الصندوق او حد مثلا يكون درب في الدوري المصري ايا كان الاسم المطروح، فدايما مع المدير اي مدير فني اجنبي ما تركزش على المدير الفني نفسه، ركز على الجهاز اللي معاه. دايما انا بقول النقطة دي، ركز دايما على الجهاز اللي معاه، لان العين واسيبه هو؟ لا مش هسيبه هو. هجيبه ليه؟ بس انا لا بكلمك بركز على اللي معايا ليه؟ لان الاختيارات دايما بيتدخل فيها بنسبه كبيره اللي مع المدير الفني. تمام. دي حاجه، الحاجه الثانيه خلينا نتكلم ايام جهاز مستر كوبر برضو، المشاكل اللي كانت بتحصل او كانت بتتسوى ساعتها، مثلا قصه حسام غالي او كابتن حسام غالي مع كابتن حسام نبيه كان داخل فيها قصه اهلي وزمالك. فالركة عليها كان دايما في الاختيارات ساعتها بتتكلم اصل ده راح عشان خاطر هو في اهلي وزمالك جوه المنتخب يا كابتن عبد الله؟ والله كانت بتحصل. كانت بتحصل؟ يعني كانت بتحصل. يعني ما يعني كانت بتحصل. بس قصه بقى بتيجي ساعه البطولات بتحصل من الجهاز ولا بتحصل من اللعيبه؟ يعني ولا بتحصل من الاثنين؟ يعني ساعات من الاثنين، يعني الاغلب بتبقى من الاثنين. ليه؟ انا كمدير فني معايا مثلا مدرب زملكاوي او مدرب اهلاوي، فتلاقي مثلا اغلب اللي هو بتاع الفريق المنافس اللعيبه بتاعته تيجي تقول لك ايه؟ والله انت جاي عشان خاطر ايه؟ المدير ده او المدرب ده اهلاوي. انت بتلعب عشان العقليه دي موجوده جوه العقليه دي موجوده. العقليه دي موجوده. يعني الواحد شافها بعينيه في المنتخبات سواء ناشئين او او شباب، بيبقى ده جاي عشان خاطر الاهلي، ده جاي اصل واخد مثلا 10 لعيبه من الاهلي عشان خاطر المدير الفني من الاهلي، ودي حصلت يعني اغلبها كانت معايا في منتخب الناشئين، كان مدير فني الكابتن خالد عبد الله، وكان حصل مشكله بسبب كده يعني. وهو الراجل يعني ليه الفضل علينا يعني كلنا يعني. واحد من افضل المدربين من افضل المدربين اللي اتعاملت معاه الصراحه في المنتخبات يعني. بس لا راجل عنده خبره وعنده مشوار محترم يعني، وراجل كلنا الفضل بعد ربنا سبحانه وتعالى في قصه المنتخبات دي كابتن خالد عبد الله. انا اتمنى اشوف حد زي كابتن خالد عبد الله يعني مع منتخبات مصر. من الناس اللي بتعرف تشتغل منتخبات وبتعرف تدي روح للاعيب المنتخب وشغل فني على اعلى مستوى الصراحه. ايوه. هو انت ممكن تحط مع الاسئله كلها بنسالها ليه حد اسم وقيمه ومشوار وامكانيات ومقاومات زي خالد عبد الله ما تبقاش موجوده مع منتخب مصر؟ ده سؤال طبيعي جدا ومشروع جدا ومطروح جدا على فكره. فهنرجع لمرجوعنا ان قصه ان المدير الفني يكون موجود معاه، لازم دايما ندور على الحد اللي يعلم يعني حته المصلحه الوطنيه او المصلحه بتاعه المنتخب قبل اي حاجه، قبل اي اهلي وزمالك، فدي لازم تدور عليها. دي ممكن يعني لازم تدور على مدير فني اجنبي يعمل ايه دلوقتي؟ يقدر يعمل حاجه دلوقتي؟ يعني اتكلم على الوقت بقى يقدر. يعني يقدر بس تديله المساحه. لان انت بقى خلينا نتكلم احنا دلوقتي، هو لسه الجدول محطوط دلوقتي، انت بتتكلم في السوبر يوم 21 25 16 29 8 لغايه ما هتبدا الدوري يوم 25. طب انت انهي مدير فني هيجي قبل الماتش بتاع او قبل الماتش بتاع ليبيا الاولاني؟ ايوه. مثلا ب 48 ساعه او 72 ساعه هيقدر يعمل حاجه. هو حتى لو جه واتفرج هيتفرج على عناصر. ايوه يعني ملوش لازمه؟ يعني انا متفق يعني مدير فني اجنبي دلوقتي لو انت هتتكلم خلاص معلش لا ليس له فائده واضحه ومباشره. لا لا هيجي مش هيعمل حاجه. مش هيعمل حاجه. هنجيب اسم بس مش هيعمل حاجه. انت بالعكس انت هتلاقي الموجه عليت اكتر. يعني هتلاقي الموجه والانتقادات زادت اكتر. من قصه ان انت شلت الكابتن حسام البتر. بتجيب لي بتصدر هتصدر لنفسك الازمات. بس انهي مدير فني معلش انهي مدير فني هيقبل ان هو يشتغل بشكل مؤقت؟ ده اللي انا بكلمك فيه، ان انت اللي هيجي لازم يكون من جاده ممكن قابل. يقبل ان هو يشتغل بشكل مؤقت. ممكن يقبل.
ممكن يقبل. وشايف حل المؤقت بس هل الفكر، هل الفكر بتاع مستر فينجيه ده في خلال ان هو مثلا، معلش انا يعني بسريعا كده، كان في وقت من الاوقات من فتره قريبه الهلال السعودي كان بيدور على مدير فني بديل للمدير الفني اللي قبل ده يعني على طول. أيوة. فكانوا طرحوا فكره ان كابتن سامي الجابر هو اللي يجي يمسك مدير فني. رد عليهم في تويته صغيره، قال لهم نادي الهلال ده نادي كبير، انا بقالي 3 سنين قاعد في البيت، بمعنى اصح انا قاعد في التكييف ومريح. نادي الهلال نادي كبير، فمحتاج ان حد يكون في استمراريه في حته الايه؟ التدريب. فقصه التدريب برضو زي احنا لسه بنتكلم، ومن وقت قريب كان كابتن عادل مصطفى في احد البرامج في قناه النادي الاهلي هنا كان بيتكلم حته ان التدريب دي ما تقدرش ان انت تقعد فتره طويله، ما تحاولش ان انت تطول في حته قعده البيت دي، لان برضو دي لازم استمراريه زي السواقه كده وزي اي حاجه لازم فيها استمراريه. لو انت قعدت في البيت، انت بتتكلم في 4 سنين قاعد في البيت، فالفكر بتاعك داخل في قصه ثانيه بس. ايوه.